فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن من تعذر تغسيله أنه ييمم، يقول هل يضرب على التراب بيد المغسل أو بيد الميت؟ لا، الميت لا، الضرب على التراب يحتاج إلى نية، والميت ما له نية، الحي هو اللي يضرب بيده على التراب ويمسح وجه الميت وكفيه، نعم، نيابة عنه. نعم.